توقعات برج الأسد الجمعة 12 فبراير 2021. تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم، ولا ظهور لأي عائق خارجي أيضا، لكونك تتمتع بالحيوية أكثر. بإمكانك القيام بكل ما ترغب بفعله، مع ذلك عليك أن تتساءل كيف سيكون الوضع بالنسبة لك إذا صارت الأمور أصعب من الآن. عاطفيا، تسعى للقاء الشريك في مكان هادئ، ما يساعد على حل بعض الأمور البسيطة. مهنيا، يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعراقيل. صحيا، لا تجازف في أي مجال، لأن التهور قد يقودك إلى متاعب صحية أو حوادث مؤسفة.